باسمي راعي المد حلال الصعاب سيدي رمز البلاد المستضيفة مرحبا يلي تحثون الركاب الصدور اشرح من القاع المريفة الصدور اشرح من القاع المريفة من سواك. يلا يا حسين حياكم الله مشاهدينا. طبعا اليوم هو يوم الحصاد في طبعا البيرق وفي الجمل. معنا طبعا جاسم ابن طوار وهو احد طبعا الناسين على هالمراكز الجميله اللي دائما معودنا بها. مرحبا جاسم. طبعا اليوم منافسه قويه وجولاتنا في الجوله 28 او قربت من 30. كيف شفت منقيتك في هالجولات كلها؟ والله شوف المنقيه في تحكيمها مرتاحه ما في ضغط عليها نهائيا الحمد لله. طبعا هناك منافسين شهرين طبعا منافسين ونعم لكن حلال هذا غير هاي ندر جواهر الخليج كلها في منقيه واحده فوزها مرتاح الحمد لله يعني ان شاء الله محسوم محسوم نعم من امس البيرق والجمل كلها محسوم وش تقول للمشاركين معك؟ اقول الله يوفقكم ويبارك لكم وش توعد جمهورك بالمنافسه الثانيه؟ في جائزه الملك عبد العزيز ان الاول والثاني في الجمل عندنا وشوط الجل عندنا وشوط الدق عندنا والظفره والظفره ان شاء الله مشاركين باذن الله. نتمنى التوفيق يا عبد العزيز. جاسم شكرا لك. طبعا معنا عبد العزيز مطوار. مرحبا يا عبد العزيز. مرحبا يا ابو سيف. الله شوفك مشغول على الجوله. اي والله يا اخوي نتابع الجولات الحلال كامل الله يوفقك. جاسم يقول محسومه ان شاء الله اذا الله رضى ان شاء الله. طيب وش مشغلك انت؟ والله يا اخي نشوف حلال اللي على ما قال تحكيمه كيف وعرضه كيف من هالامور هذه يعني. طيب الجولات طبعا ممتده من الصباح وانت عندها شو تشاهد؟ اكيد اكيد. وش الجوله اللي خفت منها او العرض اللي؟ والله يا ابو سيف شو اقول لك، الحلال على ما قال يعني اكثرها يعني مشتريات السنه ومشتري العام. نعم. كل البوش ذيله اشبار لهم انجازات يعني مشهود لها في سجلات المزاين كلها سواء قطر ولا الامارات ولا السعوديه. الحمد لله ونشكر الله يعطي لنا ان شاء الله المشاركين كل خير ان شاء الله. امين. وش تقول المشاركين معك في الجمل وفي البيرق؟ الله يوفقنا وياهم لكل الخير ان شاء الله ونعيد هالمنافسات السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله. يا رب انتم طيبين. ايش توعد الجماهير؟ الجماهير طبعا ابن طوار. والله ابو احمد جعل عمره طويل دوم معود جماهيره بالمشترى الطيب والنادر زي ما شفت انت. صحيح. البارحه واللي قبله. نتمنى لك بالتوفيق والفوز ان شاء الله والوعد ان شاء الله في العزبه باذن الله. امين باذن الله. طبعا معنا المشارك سيف الخيري. مرحبا يا سيف. يا مرحبا بك. سيف طبعا انت اليوم حاضر وتشوف الجولات من البدايه لاخر. صحيح. خلص يعني عطنا تقييمك لهالمنقيات وين تحط منقيتك؟ اول شيء انتم جزاكم الله خير اشغلتوني في اخر الجولات. انا حاضر ومشارك. نعم. ومنافس ان شاء الله. شوف انا عشان ما يزعلون من اخواني ولكن ببارك الواحد. بارك لك. ببارك لاخوي عبد الله بن احمد بن طوار على ساهل. وجهه نظري عاد لا يزعلون والتحكيم عند القرار عند اللجنه عقب لكن ابارك له في المركز الاول. اما المراكز من ثاني الين الخامس الين اهداء بنضابط وانا وسعد بالنهار وفيه اثنين والله حضورهم طيب بعد فيه بن دايل وفيه عبد العزيز المهندي وجاسم الخاطر. هذا اعطيتك ليه السبع مراكز هذا بتحصلهم كذا. نقول بيض الله وجهك. وجهك ولا يزعلون مني ترى مجتهدين. لا شوف انت رايح حلال وحاضر عند الجولات. نعم. شفت وقيدت حلال. لكن مس حق رقم ما كل يقول الكلام هذا ترى ما كل يقوله. ليه ليه؟ بيض الله وجهك. بعض الناس يتحفظ. كلهم اخواننا. كلنا هالحلال. كلهم المنافسه بين حلال. صح. اما الرجال بينهم العلوم. بيض الله وجهك. وبد يعني هذه منافسه حلال. صح. واشتر وتصدر ما فيها. وش الخيرين يوعد جمهوره السنه الجايه ان شاء الله؟ انا الحين يعني قاعد ارتب اموري. شوف انا ما غبت من الساحه وموجود على الساحه والحمد لله حتى في البيرق تحصل اسمي 3-1 وبتقلط بعد الله يوفقنا وياك لكن
نقول ان شاء الله الاستعدادات ان شاء الله موجوده، وما دام احنا هاوين ذا المجال ونشوف اهتمامات دول مجلس التعاون في البل واهلها بتحصلنا متواجدين انا وغيري، وتوقع يظهرون لك ناس جدد تراها مسيره. صحيح كانوا ناس موجودين واختفوا عن الساحه او طلعوا، لكن توجهوا الركب ما بعدوا عنها، لكن حبها يرجعها مره ثانيه ولا تامل الغاره. شكرا لك، شكرا لك يا رب. الله يحفظك طول عمرك. كيف ضعيفه باسم راعي المجد حلال الصعايب، سيدي رمز البلاد المستضيفه. سهل عبد نصبك ونعم عفو. من ترشح من؟ ترشح من طوار. من طوار؟ وش تقول له؟ تستاهل. تستاهل الطيب. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. مرحبا يا اللي تحثون الركايب، اشرح نلقى عالمريفة مع تميم بن حمد ما بالغرايب، لا تجاوزنا الثقيلة والخفيفة عن جزيلة العطا ما هو بغايب، كل شيء ينصف الناقة يضيفة، شجعوا هاللي يسدون النوايب، الرجال اللي وياهم شريفة. طبعا معنا المنافس بقوة على المبيرق. مرحبا يا ابو احمد. والبقى الله يسلمك ويرحم والديك. ابو احمد احنا اخذنا استطلاع في الصاله قدام وصولكم، وكانت الترشيحات عليكم والمباركات، ومنهم سيف الخيرين قال ابارك لابو احمد مقدمه. صحيح الشيء واضح، احنا طفنا فوق العشرين جوله احنا نتابعها، احنا المصدرينها فوق العشرين، خلاص انتهى الامر. نعم نعم يمكن وصلنا 25 26 انتهى الامر. يعني كلمة سيف الخيارين من المشاركين والمنافسين نقول بيض الله وجهه عليها، لأن هناك ناس هالحلال وهالخبرة وهالمزاينات، يجب أن يقول الكلام الصدق. طبعا دعمت السوق وبيض الله وجهه. كم الصفقات وصلت يا أبو أحمد؟ والله وصلت أرقام ما نعلن عنها ما لها داعي، لكن بيض الله وجه أخوي سيف بن محمد الخيارين موقفه مو بأول مرة. نعم والله له مواقف عندي وأنا أدري بها ما حد يدري بها، لكن بيض الله وجهه اشكره واشكر اخوانه واشكر ال ابو سعيد كلهم يستاهلون. كذلك ابن ضابط قال اخذها ابو احمد يستاهله. نعم ابن ضابط. نعم قال انا بطل النسخه اللي فاتت واذا اخذها. نعم. ابو احمد يستاهله. ابو ضابط عارف عارف وحاول وبغى، لكن نقصر المسافه ما نخليه. طيب يا ابو احمد انت قلت ما نفصح في المبالغ طبعا. نعم طبعا الشيوخ اللي حطوا وضعوا هالمهرجان اذا سمعوا السعر زاد والصفقات يستانسون طبعا. والله يا اخوي ليه تعطينا تقريبا؟ والله يا اخوي هذا شيء ما له داعي، واهم شيء احنا نفوز ويستانسون اخواننا وربعنا والشعب القطري كله وشعب الخليج كم تسوى. احنا نقول لك الف مبروك مقدما. الله يبارك ان شاء الله. اشوفك كل سنه فايز ان شاء الله ومتنومس ان شاء الله. الله يجزاك خير. الله يسلمك.